وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم محمد الأيتيشو، رئيس الهيئة الوطنية لصناع وحرفي الصناعة التقليدية، وذلك لتسليط الضوء على المنصة الرقمية الجديدة ألو حرفي ودورها في مواكبة الحرفيين المغاربة. أهلا وسهلا أستاذ الأيتيشو، مرحبا بك. مرحبا مرحبا، تنشكر القناة أو جريدة أنفاس بريس على هذه الاستضافة. بداية أستاذ الأيتيشو، بغينا نعرفوا بالدور ديال الهيئة الوطنية للصناع والحرفيين التقليديين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة لقناتكم المحترمة، تحية طيبة للمتابعين الكرام. بالنسبة كتعريف الهيئة الوطنية للصناع والحرفي الصناعة التقليدية، هي جمعية وطنية تتعنى بالقطاع ديال الصناعة التقليدية والعاملين فيه، ولله الحمد على المستوى التمثيلي على المستوى الوطني 12 مكتب جهوي، 72 فرع إقليمي، 13,000 ونيف ديال المنخرطين. إذا الحمد لله هذه 7 سنوات على تأسيس الهيئة الوطنية للصناعة والحرفي الصناعة التقليدية كانت واحد الامتداد ترابي على المستوى الجغرافي، على المستوى الترابي، وأيضا استقطاب العديد من العاملين في قطاع الصناعة التقليدية لا في شقيه الفني الإنتاجي أو الخدماتي. نعم سيتيشو، المغرب الآن كيعيش واحد الانتقال رقمي في مجموعة من القطاعات. الآن حان دور قطاع الصناعة التقليدية، أنتم الآن مقبلون على إطلاق منصة رقمية جديدة ألو حرفي. شنو هو الدور ديالها في مواكبة الصناع التقليديين المغاربة، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، في تسويق المنتوج ديالهم؟ الظرفية الإعلامية تتحتم علينا أن تكون واحد المواكبة، بالتالي هذه المبادرة ديال المنصة الرقمية ما جاتش من محض الصدفة، لا بعد دراسة مستفيضة وبعد استشارة مع التقنيين ومع الأخصائيين، لأن تقول لك وما ينبئك مثل خبير. بالتالي هذه المبادرة هذه خديناها في إطار الانفتاح على 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 المجال الرقمي. بالتالي تلاحظوا بان الحرفيين بدات السلوكيات المهنيه او الحرفيه لدى العاملين في قطاع ديال الصناعه التقليديه تتبدل. تشوف اطر شابه، خريجين ديال المراكز ديال التكوين، خريجين ديال المعاهد ديال التكوين، على سبيل المثال الحصر الاكاديمي ديال الفنون ديال الصناعه التقليديه، الخريجين ديال المراكز ديال التدرج المهني. اذا كاين واحد الطبقه جديده، طبقه حرفيه جديده شابه، تنحاولوا من خلالها يكون هذا، لان الواقع اللي تفرض نفسه دابا هو الواقع ديال الديجيتال. اذا المنصات الرقميه او المنصه الرقميه كانت من 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 الحتميه من الحتميات او من من او من اولى الاولويات لدى الهيئه الوطنيه ان نوفروا هذه المنصه الرقميه باش يكون واحد الانفتاح على العاملين في قطاع الصناعه التقليديه وتقريبهم من التسويق ديال المنتوج ديالهم عبر هذه البوابه الرقميه. نعم، والتوقيت ديال اطلاق المنصه الرقميه الجديده متى سيتم اطلاقها؟ ان شاء الله هذا تكون ان شاء الله في اواخر ديال دجنبر، ان شاء الله اواخر ديال هذه السنه، باش تكون ان شاء الله السنه المقبله التفعيل ديالها، تقريب الحرفيين لا العاملين في قطاع الفني الانتاجيه لتسويق المنتوج ديالهم، ولا ايضا الخدماتيه لتقريب المواطن، وايضا الحرفي تكون واحد التواصل في الحين وتواصل مباشر باش تكون واحد القيمه مضافه للطرفين، لتقريب الزبون من الحرفي وتقريب الحرفي من الزبون. بخصوص المشاريع المقبله ديال الهيئه الوطنيه، هل هناك مشاريع في المدى القريب؟ نعم، ديما الهيئه الوطنيه ولله الحمد بعد احداث اداره، انا الحمد لله درنا واحد الاداره غتكون مسؤوله على العمليه ديال التواصل، على مسؤوله ديال التسويق، على مستوى التدبير والتسيير ديال الهيئه بدعم تدعم المكتب، باش تكون تصرف ان شاء الله تصرف الاعمال وتصرف المخرجات وتصرف الاستراتيجي ديال العمل تكون في واحد المستوى ديال تطبع الحرفيه الاحترافيه. وبالتالي من بين المشاريع المستقبليه هي احداث مراكز ديال التكوين، خاصه في التكوين في التدرج المهني،
وايضا كاين واحد الاتفاقيه ان شاء الله مستقبليه مع المديريه الجهويه للثقافه باش تكون واحد الايام ديال التراث والتعريف بالتراث وخاصه في جهه الدار البيضاء سطات. نعم، حاليا شحال تقريبا عدد الحرفيين على المستوى الوطني؟ شحال تقريبا؟ وصلنا 13000 ونيف، اذا كاين واحد الامتداد واستقطاب بالنسبه لكبير وكبير جدا، ومازال كما تقولوا العطي يعطي. العطي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. استاذ ايتي شو، يعني المغرب كما تبعته كما انخرطته مقبل على تنظيم المونديال الى جانب البرتغال واسبانيا، شنو هي لمسه الحرفي والصانع التقليدي المغربي في انجاح المونديال؟ وبطبيعة الحال تنقولوا كاين البناء إدارة في الصناعة التقليدية، كاين الألمنيوم تنقولوا الصناعة التقليدية، كاين صناعة الزجاج تنقولوا الصناعة التقليدية، كاين الصباغة كاين الصناعة التقليدية، غير هو نلتمس وهذا ملتمس من قناتكم الموقرة، تنلتمسوا من المسؤولين أو القيمين عن إن شاء الله على تنظيم هذه التظاهرة أن الملاعب ديالنا داخل الفضاءات ديال الملاعب تكون واحد البصمة ديال الصناعة التقليدية، ولما لا حتى في الشكل ديالها الهندسي أو كما تنقولوا لاغسيتيكتور إن شاء الله تكون واحد البصمة اللي فيها اللي تتلمس التراث المغربي، ولما لا اقتداء بالخطاب ديال الحسن الثاني الله يرحمه اللي تيشير اللي كان في واحد اللقاء اللي تنذكر بان الشهر كان واحد الاستقبال ديال الخريجين ديال المهندسين المغاربه، وشار لهاد العمليه ان تكون واحد البصمه في الـ في الـ في الواجهات المغربيه، لما لا تكون واحد ان شاء الله واحد البصمه تشير الى التراث المغربي والحضاره المغربيه من خلال الملاعب ان شاء الله اللي غتقوم اللي غد ان شاء الله يقوموا بتشييد ديالها مستقبلا. نعم، شكرا جزيلا استاذ ايتي شو على كل هذه مرحبا. التوضيحات. مرحبا، شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ونضرب لكم موعدا جديد.